بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن موضوع Detection of Parasitic Stages in Body Fluid Samples زي اليورين البلد CSF. معاكم دكتورة أسماء رشاد اللقاني، مدرس مساعد ميديكال باراسيتولوجي. الاي ال اوز بتاعتنا النهاردة عايزين نعرف How to prepare a urine sample for microscopic parasitological examination. Prepare thin and thick blood film. Differentiate the different parasitic stages in the examined samples. هنبدأ باليورين examination. أول حاجة عايزين نعرفها في اليورين examination collection of urine specimen. The containers should be wide-mouthed, clean and dry. The containers لازم الماوس بتاعها يبقى وايد وطبعا لها cover، لازم تبقى clean and dry، ولازم أكتب عليها اسم البيشنت، بيبقى محطوط عليها ورقة كده بكتب عليها اسم البيشنت. اليورين اكزامينيشن بقسمه لجزئين. الجزء الاول هو الماكروسكوبيك اكزامينيشن، وده بعمل فيه فيزيكال اكزامينيشن وكيميكال اكزامينيشن، وبعد كده بعد ما بخلص الماكروسكوبيك اكزامينيشن ببدا اعمل الميكروسكوبيك اكزامينيشن زي ما هنشوف مع بعض. زي ما قلنا احنا هنبدا بالماكروسكوبيك اكزامينيشن، واول حاجه فيه هو الفيزيكال اكزامينيشن اوف اليورين. ايه هي الفيزيكال كاركترستيك اللي احنا عايزين نشوفها في اليورين؟ عايزين نعرف الفوليوم، الكالر، الاسبكت، الاودر، السبيسيفيك جرافيتي. النورمال فوليوم اوف يورين من 1000 مللي ل 2000 مللي بير دي. البوليوريا زياده في اليورين فوليوم لو كان اكتر من 2000 مللي بير دي، لكن الاوليجويوريا يعني ديكريز باليورين فوليوم لو كان اقل من 400 مللي بير دي. النورمال كالر اوف يورين بيبقى بيل يلو زي ما احنا شايفين في الصوره كده، ودي صوره بتوضح الابنورمال كولر اللي ممكن اشوفها في اليورين. النورمال اسبكت اوف يورين بيبقى كلير، يعني لو جبت ورقه فيها كلام وحطيتها ورا اليورين سامبل وحاولت اقرا الكلام من خلال اليورين بلاقيه واضح، لكن لو حصل تشينج في الاسبكت بقى سلايتلي كلاودي وكلاودي لغايه ما يوصل للتربت. التربت ده ما بقدرش اقرا الكلام من خلال اليورين. الاودر اوف اليورين نورمالي بتبقى اروماتيك ديو تو الفولاتايل فاتي اسيدز. السبيسيفيك جرافيتي النورمال فاليو بتاعتها من 1003 ل 1030 جرام بالملي، وده شكل الجهاز اللي انا بقيس بيه السبيسيفيك جرافيتي، ببدا احطه في اليورين سامبل وهو بيحدد لي السبيسيفيك جرافيتي عند قيمه معينه. كده احنا خلصنا الفيزيكال اكزامينيشن اوف اليورين. نبدا ندخل في الكيميكال اكزامينيشن اوف اليورين اللي انا محتاجاه علشان اعرف الليفلز بتاع الفولوينج كومبوننت زي ايه، زي اليورين بي اتش، البروتين، الجلوكوز، الكيتونز، البلوروبين، اليوروبيرولوجين، والبايل سولتز. ازاي انا اقدر اعمل كيميكال اكزامينيشن لليورين؟ عن طريق حاجه اسمها اليورين ستريبس. اليورين ستريبس زي ما احنا شايفين شكلها، ده شكل العلبه بتاعتها، بيبقى جواها كده شرايط، ببدا اطلع منها يورين ستريب كده وابدا احطها في اليورين سامبل اللي عندي، وبعد كده بسيبها لفتره واطلعها وبقارن الالوان بتاعه على اليورين ستريبس دي بالالوان اللي عندي على العلبه، لو هي فضلت زي ما هي ولا حصل فيها اي تشينج. نركز مع بعض في الصور اللي في اللاب لان دي مهمه. دي صوره اليورين ستريبس زي ما قلنا، وهي مهمه في ايه؟ علشان اقدر اعمل كيميكال اكزامينيشن اوف اليورين. دي صورة تانية برضو بتوضح لي المالتيبل يورين ستريبس، وهي اللي احنا بنقدر نعمل بيها اكزامينيشن للكيميكال كاركترستيك اوف اليورين. ممكن اعمل بيها اكزامينيشن للجلوكوز، البلوروبين، الكيتون، البروتين، اليوروبيلانجين. كده احنا خلصنا الميكروسكوبيك اكزامينيشن. باخد عينة اليورين بحطها في جهاز السنترفيوج علشان ابدا اعمل بيها سنترفيوجيشن، وبتتحول عندي الجزء سوبرنيتن ده بحتفظ بيه عندي في المعمل، وجزء اللي هو السيدمنت اللي هو الراسب ده اللي انا باخده ببدا اعمل له ميكروسكوبيك اكزامينيشن تحت الميكروسكوب علشان ابدا اشوف ايه بقى، لو كان فيها ايه ريد بلاد سيلز او وايت بلاد سيلز، اي بي سيليال سيلز، كريستالز او كاستس زي ما احنا هنشوف مع بعض في الصور. دي صورة بتوضح الريد بلاد سيلز، الحاجات الصغيرة المدورة الصغيرة دي الريد بلاد سيلز زي ما السهم مشاور عليها، لكن الحاجات لو أكبر شوية في السايز دي بتبقى الوايت بلاد سيلز أو البس سيلز، دول بشوفهم during الميكروسكوبيك examination of اليورين. ده شكل الإبيثيليال سيلز، الخلايا الكبيرة دي الترانسليوسنت زي ما واضح عندنا في الصورة، دي إبيثيليال سيلز in يورين.
نيجي بقى للكريستالز بالانواع المختلفه بتاعتها. دي صوره بتوضح الامورفوس فوسفيت كريستالز، والصوره التانية دي بتوضح الامورفوس يوريت كريستالز. الاثنين الاختلاف ما بينهم على حسب البي اتش اوف يورين. الصورة اللي عندنا دي بتوضح برضو أنواع تانية مختلفة من الكريستالز زي الكالسيوم أوكساليت كريستال، وبتيجي بتبقى شكلها زي الظرف، الحاجات الصغيرة دي اللي عاملة زي الظرف بسميها كالسيوم أوكساليت كريستالز. نيجي عندها للصورة التانية اللي هي بتاعة التريبل فوسفيت كريستالز، دي بتوضح شكل كريستالز اسمها تريبل فوسفيت كريستالز. اخر نوع عندنا من الكريستالز هي اليوريك اسيد كريستال. الاشكال الهندسيه دي كلها اللي موجوده في الصوره دي اشكال اليوريك اسيد كريستالز. نيجي بعد كده على الباراسيتيك ستيج اللي انا ممكن اشوفها ديورينج المايكروسكوبيك اكزامينيشن اوف اليورين. ممكن اشوف ايه وانا بعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن يهمني في الباراسيتولوجي؟ ممكن اشوف الايج بتاعه الشيستوزوما هيماتوبيوم، ودي من اشهر الحاجات اللي انا ممكن الاقيها ديورينج اليورين اكزامينيشن. ممكن الاقي الايجز بتاعه الانتروبيا سبيرميكولاريس، ممكن الاقي المايكروفلاريا اوف الوشريريا بانكروفتي، كل دي حاجات تبع الهلمنسز. ممكن اشوف ايه كمان بقى تبع البروتوزوا، ممكن اشوف التروفوزويد بتاعة ترايكومونس باجينالس، وهنشوف الحاجات دي مع بعض بالصور. في حاجات ممكن الاقيها بس رير شوية زي الايك بتاعة الشيستوزوما مانسوني، الهايداتد ساند من الرابشر بتاع الهايداتد سيست، اليورينري مايزس او الساركوبتسيس كابياي والسيستراس بيوبس. دي صورة بتوضح الايج بتاعت الشيستوزوما هيماتوبيوم. بعرفها ازاي؟ ايج بتبقى لارج كبيرة ولها سباين، والسباين بتاعها بتبقى تيرمينال، يبقى ايج كبيرة لارج لها سباين، السباين ده بيبقى تيرمينال، شكلها كاركترستيك جدا. ممكن الاقي ايه كمان في اليورين عندي؟ الاقي تيرمينال هيماتوريا، يعني الاقي بلاد في اليورين. ممكن الاقي وانا بعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن اكسس بلاد سيلز، ومي بي الاقي باس سيلز اللي هي الوايت بلاد سيلز. ده شكل المايكروفلاريا بتاع الوشريريا بانكروفتي. يبقى دي صورة بتوضح شكل المايكروفلاريا بتاع الوشريريا بانكروفتي، وده شكل اليورين سامبل. اليورين سامبل في حالات الوشريريا بانكروفتي بيبقى لونه كاركترستيك جدا، بيبقى لونه ميلكي او وايت كده، بيبقى اليورين لونه واخد وايت كلر، وبيبقى بسميه ميلكي يورين، وشكله كاركترستيك جدا. اول ما اشوف الصورة دي اعرف ان دي صورة بتاع اليورين بتاع المايكروفلاريا بتاع البشرية بانكروفتي، والصورة التانية بتوضح لي شكل المايكروفلاريا. نيجي بعد كده على البروتوزوا. ممكن اشوف ايه زي ما احنا قلنا في اليورين اكزامينيشن؟ بشوف التروفوزايد بتاع ترايكومونس فاجينالس، ده شكل التروفوزايد الكاركترستيك بالفلاجيلا بتاعته او زي ما واضح في الصور، ودي صور كمان بتوضح برضو شكل التروفوزايد والفلاجيلا طالعة اهي من التروفوزايد زي ما واضح في الصور اللي قدامنا. ده شكل ايه؟ ده شكل الاجز بتاعت الانتروبيا سبيرميكولاريس. بعرفها ازاي؟ دي بتبقى ايج ترانسليوسنت، بتبقى واخده شكل دي شيب او بلانو كونفكس زي ما واضح عندنا في الصور. بتبقى ترانسليوسنت، بيبقى شكلها دي شيب او بلانو كونفكس، وبلاقيها دايما في اليورين سامبل بتاع الفيميل بيشنت. كده احنا خلصنا الجزء بتاع اليورين اكزامينيشن. نيجي بعد كده ندخل لتاني جزء عندنا النهارده، وهو البلاد اكزامينيشن. عشان اعمل بلاد اكزامينيشن محتاج اعمل حاجه اسمها بلاد فيلم. البلاد فيلم ده في منه نوعين، نوع اسمه سيم بلاد فيلم ونوع اسمه سيك بلاد فيلم. هنشوف الاول السيم بلاد فيلم بيتعمل ازاي. بجيب عندي شريحه وبجيب نقطه من البلاد، احط نقطه من البلاد ده على طرف الشريحه، واجيب شريحه تانية بسميها سبريدر، دي اللي انا بفرد بيها، بحطها بانجل معينه على الشريحه، وببدا اخد الشريحه السبريدر دي ارجع بيها لغايه ما افرد نقطه البلاد دي على كل الشريحه، وبعد كده ابدا اطلع قدام بستدي فورورد موفمنت كده لغايه ما اكون شكل السيم بلاد فيلم زي ما احنا شايفينه كده في الصوره. بيبقى ليه شكل كاركترستيك جدا، بيبقى ليه بودي وتيل، واعمله دايما اكزامينيشن من الجزء بتاع التيل ده. بعد كده نيجي على السيك بلاد فيلم بيتعمل ازاي. بجيب عندي شريحه احط عليها 3 نقط كده من البلاد، وبعد كده بجيب شريحه تانية واقعد الف بالثلاث نقط دول كده لغايه ما اكون سيركل قطرها من نص لواحد سنتي في نص الشريحه عندي. انا بجيب شريحه احط عليها 3 نقط من البلاد، اقعد الف بيهم بشريحه تانية كده لغايه ما اكون سيركل عندي في نص الشريحه. يبقى ده شكل السيك بلاد فيلم.
بعد ما عملت البلوت فيلم محتاج اعمل له ستيننج، يعني اصبغ البلوت فيلم ده عشان ابدا اشوفه تحت الميكروسكوب. اعمل له ستيننج بايه؟ عندي نوعين من الستين، نوع اسمه الليشمان ستين ونوع اسمه الجيمسة ستين. ايه الفرق ما بينهم؟ الليشمان ستين ده الفيكسيشن بتاعها بيبقى موجود مع الستيننج سوليوشن، يعني انا عندي الستين جواها الستين والفيكسيشن، مش محتاج اعمل فيكسيشن قبلها. لكن الجيمسة ستين دي اقوى ستين، ما فيهاش الفيكسيشن، فيها الستين موجودة لوحدها كده. فعلشان اعمل لها ستيننج لازم قبل الستيننج ده يبقى عندي خطوة اللي هي اعمل فيكسيشن للبلود فيلم. يبقى ده الفرق ما بين الليشمان ستين والجيمسة ستين. دي صورة تانية بتوضح لي الفرق ما بين السن والسيك بلود فيلم. قلنا السيك بلود فيلم بيبقى سيركل كده في الشريحة، لكن السيم بلود فيلم ده بيبقى ليه شكل كاركترستيك كده، بيبقى ليه بودي وليه تيل، وبعمل له اكزامينيشن من الجزء بتاع التيل. وده الطريقة زي ما شرحناها مع بعض قبل كده. ده فيديو هنشوفه مع بعض بيوضح ازاي بنقدر نعمل السيم بلود فيلم. دي عينة البلود ده اهو، باخد منها نقطة بحطها على طرف الشريحة اللي عندي. بعد كده هجيب شريحة تانية اللي هي السبريدر، زي ما قلنا هنعمل ازاي السيم بلود فيلم، هرجع بيها وبعد كده اطلع بيها بستدي فورورد موفمنت لغاية ما يتكون عندي شكل السيم بلود فيلم الكاركترستيك. ايه بقى البارازايتس اللي ممكن ديتكتد باي بلود فيلم اكزامينيشن؟ ايه البارازايتس اللي ممكن الاقيها وانا بفحص البلود فيلم تحت الميكروسكوب؟ بقسمها لاكسترا سيلولار بارازايتس وانترا سيلولار بارازايت. اكسترا سيلولار بارازايتس يعني بارازايتس موجوده بره الخليه، ما بين الخلايا وما بين بعضها. زي مين؟ زي المايكروفلاريا بتاعه الوشريه بانكروفتي، التريبوماستيجوت اوف تريبانسوما، سمنيماتود لارفا زي الاسكاريس والهوك وورمس والتراكنيلا والسترونجلويدس. كل الحاجات دي موجوده اكسترا سيلولار ما بين الخلايا وما بين بعضها. او الاقي انتراسيلولار بارازايت، يعني الاقي البارازايت جوه الخليه نفسها. زي مين؟ زي الليشمانيا دلوفاني، البلازموديوم، البابيزيا، التوكسوبلازما جوندياي. في الحاله دي كلها البارازايت موجود جوه السيل. دي صورة بتوضح المايكروفلاريا اوف وشيريا بنكروفتي، ده شكل طبعا البلود فيلم بيبقى مليان سيلز كده، والمايكروفلاريا دي من الاكسترا سيلولار بارازايت موجودة بره السيلز ما بين الخلايا وما بين بعضها. دي صورة بتوضح برضو ده بارازايت ايه؟ اكسترا سيلولار بارازايت، بره اهو بره الخلية، ده التريبو ماستيجوت اوف تريبانيسوما. بعد كده ندخل بقى على الانترا سيلولار بارازايت. احنا قلنا زي مين؟ زي البلازموديوم، بيبقى موجود في اكتر من شكل زي الرينج ستيج، التروفوزويد او الشايزونت او الجاميتوسايت. اهم حاجة ان هو انترا سيلولار بارازايت موجود جوه الخلية نفسها. كده خلصنا البلود اكزامينيشن. نيجي على اخر جزء عندنا النهارده وهو السي اس اف اكزامينيشن. ايه البارازايتس اللي ممكن ديتكتد في السي اس اف اكزامينيشن؟ ممكن الاقي الافريكان تريبانسومز، التوكسوبلازما جوندياي، الفري ليفنج اميبا زي نيكلاريا فوريلي، رير شويه اللي انا الاقي صم هيلمنسز اك زي الشستوزوم. ثانك يو، بالتوفيق ان شاء الله يا دكتور.